ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين حلقتنا ومعانا ومنورانا كليوباترا السله سرايا محمد. جاهزه نروح لعبه الحريفه؟ يلا بينا. بنسالك اسئله صعبه شويه بس عايزينك تجاوبي بسرعه. اوكي على طول. ماشي يلا. اول سؤال معانا، ممكن تمشي من الاهلي؟ لا عمري. مفيش اسرع من كده. عمري. طيب تاني سؤال، اصعب مواجهه لك؟ اصعب مواجهه ليا في فاينل البطوله العربيه 2018 مع النادي الاهلي. اوكي. اكتر بطوله خفتي فيها؟ اكتر بطوله خفت فيها برضو فاينل البطوله العربيه 2018. نفس البطوله. نفس البطوله. ليه كانت البطوله دي كانت قدام مين؟ كانت لبنان، كنا بنلعب لبنان في الفاينل وانا كنت مصابه ونزلت وانا مصابه، بس دي يعني كانت اصابه خفيفه مقارنه طبعا برباط صليبي. اوكي. فكان الموضوع صعب، كنت عايزه انزل والجهاز الطبي بيقول لي لا وانا لازم انزل، بس ما عرفتش انزل. فدي كانت اكتر، كنت خايفه على فرقتي، خايفه ان هم يخسروا. بس فهمك. اوكي. هل زي الحجاب بيأيد ولا لا؟ بيأيد الفريق خالص، يعني انا بحس ان الحجاب ده مش بيأيد، يعني مش بيقيد اللعيبه. لو احنا قصدنا يعني لا خالص، احنا بحس ان لما بنت تكون محجبه وبتلعب ده يمكن حاجه بتخليها هي يونيك، يعني لما ببقى انا وسط حتى الفرقه وبيقولوا امسكوا البنت رقم 8 المحجبه. بصي انا بشوف يعني ربنا يكرمنا كلنا بيه، انا بشوف كل اي محجبه هي يونيك. صح ده فيها حته كده مختلفه. صح ده حقيقه. طيب زي كل البنات بتهتمي بالميك اب والموضه وكده ولا ما عندكيش وقت؟ بهتم ساعات، بس يعني طبعا هو سوشيال لايف بالنسبه لاي حد رياضي بتتلغي طبعا. سرايا انت طالعه الهوا من غير ميك اب. لا شفتي يعني خفيف قوي 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 يعني. ولا حاجه لا مفيش حاجه. لا يعني بهتم، بس بصراحه بهتم بحياتي الرياضيه اكتر. حلو اهم. برافو عليك. طيب بتدخلي المطبخ ولا لا؟ وايه الاكله المفضله ليك؟ بدخل المطبخ، بقيت بدخل المطبخ لما اتجوزت. لما اتجوزت، بس قبلها ما كنتش بدخل. ايه الاكله المفضله بالنسبه لي؟ الورق عنب طبعا. بتعرفي تعمليه؟ وانا كمان. لا طبعا ولا انا مش في المطبخ خالص. لا اوكي. اميره شاطره، اميره بتطبخ حلو قوي. ايه الشبه اللي ما بينك وما بين النجم المصري العالمي رامي مالك؟ كذا حد بيشوفه بيكتب لي بتضايقك التعليقات دي؟ خالص، رامي مالك حلو يعني. انا مش بتضايق، هو راجل امور. امور يا جماعه عادي، مفيش مشكله. لو انا شبهه اوكي، بس على بنت فيرجن البنت عادي. لا مش بيضايقني خالص يعني. طيب امتى ممكن تفكري في اعتزال السله؟ بصراحة أنا مش بفكر خالص دلوقتي في الاعتزال، ممكن حتى لو خلفت عايزة أرجع تاني بعدها الباسكت، بس حاليا لا خالص، الموضوع مش في، وخصوصا إن أنا مجددة 4 سنين مع الأهلي، فمش في خالص اعتزال دلوقتي. أوكي. أكتر اسم بتحبي؟ كيري، كليوباترا، سوكا؟ كليوباترا. كليوباترا. أحلى لحظة في حياتك داخل الملعب؟ أحلى لحظة في حياتي داخل الملعب كانت لما رجعت من إصابة الرباط الصليبي، كانت السنة دي في دوري مرتبط أول بطولة ناخدها، لما أخدت جائزة هدافة الرمية الثلاثية بعد رجوع سنة من إصابة الرباط الصليبي. هايل. وأعتقد كمان لما الجمهور كان بينادي اسمك. دي كمان دي نفس الماتش يعني. في نفس الماتش لما الجمهور طبعا ينادي عليا، دي أكتر لحظة أنا فخورة بيها. مين نجومك المفضلين في السينما وهل ممكن نشوفك في التمثيل؟ يعني نجومي المفضلين في السينما ممكن احمد حلمي واحمد عز، وتشوفوني في السينما حاسه اني يعني خليني في الباسكت، حاجه بعرف اعملها. اخر سؤال، شجعتي كام فرقه في كاس العالم؟ شجعت ارجنتين وكسبت. دي عكسي خالص. انت فرنسا؟ لا انا فرنسا طبعا في النهائي، بس انا طول كاس العالم كل الفرق اللي شجعتها كانت بتخسر اول ما بشجعها. يعني يعرفوا انك هتشجع. يعرفوا بس ان هند شجعتنا النهارده احنا نخرج من كاس العالم. انا بحب ميسي جدا. طيب حلو قوي. بما انك كنت بقى شغاله في بنك، احنا كده خلصنا اسئله صعبه، هنسالك اسئله ليها علاقه بالبنك. اوكي. شو بقى هتجاوبي عليها صح ولا لا؟ اول سؤال، قولي لنا هل في موقف اضطريتي تتعاملي فيه مع عميل متعصب ومتنرفز؟ ولو حصل الموقف ده قولي لي اتصرفتي ازاي؟ اكيد اتعاملت مع كذا عميل كان بيتعصب وبيتنرفز لما حد مثلا يجي يقول هو مفيش غير الكاونتر ده بس اللي شغال. على فكره اللي كلنا احنا بنعمل كده. انا بعمل كده. انا اللي بعملها لما بروح بنك او اي حته والله. بعملها. سوبر ماركت هو مفيش غير الكاونتر ده اللي شغال. يعني مثلا بنبقى احنا بقى كموظفين، الا مثلا لما حد بيروح ياكل، حد بيصلي في بريك، اي حاجه،
فالعميل بقى بيتعصب، هو انا اخد الدور اللي انا عايزه براحتي وانا اجي اقف، طب انا لسه ما ندهتش الرقم، لا انا هاجي اقف وهاجي اعمل اللي انا عايزه ومش عارف ايه، فندخل لا طب انا بقى مش هاخد العميل ده، لا وانا هتعملي لي الايداع ولا السحب كده بقى بنقعد بقى طب انا هشتكيكي للمدير، اوكي انزل السلالم وادخل يمين هتلاقي المدير كده بالظبط، يعني في هدوء اعمل اللي انت عايز تعمله، مع ان انا لو يعني لو انا بقى العميل وحصل معايا كده هقعد بقى ده ايه الموظف ده، ده بارد ده مستفز، بس يعني لما بتيجي انا بقى ببقى بتحطي نفسك في مكانه ببقى لا انا عادي بحلله لنفسي مفيش مشكله. الناس بتشوف اللي شغالين في البنك معاهم فلوس كتير قوي، انا كمان كنت فاكره كده قبل ما اشتغل في البنك ان اللي بيشتغلوا في البنوك دول اغنياء بقى ومعاهم فلوس كتير وبيقبضوا بقى بالدولار بس لا مفيش الكلام ده خالص، عايزه اقول لكل الناس لا الموضوع ملوش علاقه ان اللي بيشتغل ببنك لازم معاه فلوس لا خالص، ولا اللي بيشتغل في التلفزيون برضو الناس. طيب عايز اسالك على حاجه، بتحسبي بالكالكوليتر او الاله الحاسبه ولا في دماغك الارقام؟ الحاجات السهله اللي متعوده عليها دايما بحسبها في دماغي، لكن لو حاجه بقى 800 ملتبلاي 965 لا دي على الكالكوليتر طبعا يعني ما احرجش نفسي بصراحه. بلاش. تفتكري ايه اكبر غلطه عملتيها وانت شغاله في البنك؟ اكبر غلطه عملتها وانا يعني الحمد لله لحد ما انا كنت شغاله في البنك الحمد لله ما فيش غلطات يعني ما دخلتيش فلوس غلط سحبتي فلوس غلط يعني بتتلاقي تدخل فلوس غلط ماشي تسحب فلوس غلط دي مصيبه يعني لما تقولك بتتلاقي اخر اليوم تتلاقي اخر اليوم خلاص بتعدي يعني مش هفضح نفسي جد وكده. اخر سؤال، ايه اصعب التعامل مع العملاء في البنك ولا اللعيبه في الملعب؟ لا التعامل مع العملاء في البنك، لان التعامل مع اللعيبه دي كل واحده فينا احنا بنحب بعض ولينا كريدت، كل واحده ليها كريدت عند الثانيه فبتعدلها اي حاجه او يمكن بتطلع لها اي مبرر انه اكيد مش قصدها، لكن لو عميل انا ما اعرفوش ولا هو يعرفني لا تعالى بقى يلا نتخانق تعالي بقى تعالي يلا انزلي بقى بالظبط. تعالي بقى انت معانا دلوقتي، تعالي هنروح لاخر لعبه معانا اسمها حد يهمك، هنعرض قدامك صور لشخصيات مرت عليكي في مشوارك وتعلقي لنا عليها. اول صوره معانا الكابتن محمود الخطيب، طبعا قدوه لاي حد، قدوه لاي رياضي واي يعني اي حد نفسه ان هو يوصل لاي حاجه كويسه في الرياضه لازم يبص طبعا لكابتن محمود الخطيب قدوه. طبعا تاني صوره، اول ما تطلع هقول لك مين، انا عارفه بس مش هقول لك دلوقتي. كابتن طارق خيري. كابتن طارق خيري اب لكل واحده في الفرقه بصراحه، اب قبل ما يبقى مدرب ويعني بس هو اب لكل واحده، هو ده اللي عامل النجاح فعلا. صح دي حقيقه. تالت صوره معانا كابتن ايهاب الالفي، السبب في ان انا اجي النادي الاهلي يعني السبب الحمد لله في الحمد لله كل حاجه انا وصلت لها دلوقتي كابتن ايهاب الالفي، وطبعا اب ليا قبل ما يبقى مدير فني. الصوره الجايه لكابتن مجدي ابو فريخه، رئيس اتحاد الباسكت، طبعا من انجح الشخصيات اللي انا شفتها في حياتي ودايما بيبقى حاطط يعني مصلحه اللعبه ومصلحه الناس قبل مصلحته هو، وده فعلا اللي مخلي اتحاد الباسكت ناجح. اوكي الصوره الجايه تا 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 جوزك الكابتن هيثم عصام، هو دلوقتي بصراحه عايزه اقول له يعني ممكن اكون بدل ما اوصفه بكلمه انا عايزه اقول له شكرا على كل حاجه، على وجوده دايما، شكرا على ان هو بيكون موجود من غير ما نطلب منه. الزوج زودي له كلمتين زياده. زودي له يعني بصراحه هو موجود من غير ما نطلب منه ان هو يكون موجود، وده يمكن اللي مقرب علاقتنا لبعض، وان هو كمان بيلعب باسكت فمتفهم ان لعيبه وشاطره وقد ايه يعني حاسس ان هو فخور بيا، ده بالنسبه لي كل حاجه. يا حبيبتي انا فخوره بيكم انتوا الاثنين والله. اللحظه دي احنا دي من الفرح صح؟ في الفرح. اللحظه دي احكي لي عنها. يعني لا بصراحه الفرح يمكن انا مش هو مش شخصيات كمان اللي هو ملوش بقى في الافراح والحاجات دي، فاجئني في الفرح يعني فاجئني في الفوتو سيشن لما هو اللي بيبقى عايز يتصور وهو اللي بيبقى عايز صورنا مع بعض تبقى حلوه وبيبص في صور الفوتوجرافر صور حلوه ولا لا. انا اتفاجئت، انا بعد الفرح بقول له انت كنت واحد تاني، قولي له ده كانه كان فرحك يعني مش معقول اللي انت بتعمله في السلو دانس وفي الحاجات دي كلها، كان مفاجئني بصراحه، كان فرح كان حلو، وكان عارفه لما يبقى فرح دافي وحلو بالناس اللي فيه، هو فعلا كان كده بالنسبه لي يعني الفرح كان حلو علشان هو موجود فيه. حبيبتي انا انت عارفه انا بعيط بسهوله. الحاجات دي بتغريني اعيط حالا. طيب الصوره معانا
ميرال أشرف. ميرال أشرف. ميرال أشرف أختي قبل ما تبقى صاحبتي ومعايا في الفرقة، ونادين سلعاوي أختي وواحدة، هما الاثنين بصراحة لعيبة يعني من أحسن لاعبات في مصر، ووجودهم معايا في الفرقة هما الاثنين، احنا الثلاثة بنكمل بعض، كل واحدة فينا فيها حاجة بتكمل. هو انتوا ازاي شبه بعض أصلا كده؟ هما كمان لا، نادين وميرال شبه بعض قوي، دي حقيقة، كأنهم توينز. بس بصراحة ميرال يمكن من أقرب الناس في حياتي، مش في الباسكت بس، علاقتنا ببعض ملهاش علاقة بالباسكت، هي أختي قبل ما تبقى لعيبة معايا في الفرقة، ومن أقرب الناس ليا بصراحة، وأنا بتمنى لها كل الخير وكل النجاح عشان هي فعلا تستاهل. أكيد. وإحنا كمان الصورة الجاية أوجاستي. أوجاستي يمكن من أنجح المدربين اللي جم مصر، هو مدرب الدرجة الأولى رجال، كسب مع كل الفرق اللي مسكها قبل كده، وكسب السنة دي برضو، والسنة اللي فاتت مع النادي الأهلي كسب الخمس بطولات. بصراحة بحسه هادي ومدرب جامد، يعني تقيل. مدرب تقيل في التقيل ككوتش وكمدير فني، يعني بيقف ممكن ياخد تايم اوت مثلا في الماتش، ينزل اللعيبة تجيب باسكت، هو الكلام اللي بيتقال بصراحة ستريكت جدا في كلامه، اللي بيتقال بينزل يتنفس، فدي حاجة عجباني. برافو. الصورة اللي معانا الجاية إيهاب أمين. من أحسن اللاعبين في مصر، إيهاب أمين من أحرف اللاعبين في مصر، ويعني ممتع طبعا، يمكن هي دي الكلمة اللي ممكن أقوله، فعلا لعيب ممتع إنك تتفرجي عليه. الصورة اللي بعدها دينا عمر، كابتان النادي الأهلي، هي اللي مخلية فيه روح للفرقة، هي اللي عاملة جو للفرقة، يعني لما 12 أو 14 لعيبة يجمعوا على حب واحدة في الفرقة، دي حاجه مش سهله. احنا ال 14 لعيبه فعلا بنحبها، يعني هي واصله، هي فعلا داخله قلوبنا بكل سهوله من غير ما تعمل حاجه. بالظبط. الصوره اللي جايه عمرو زهران. بصراحه عمرو زهران لاعب ثبت نفسه انه برغم صغر سنه، الا انه لا بصراحه يعني عمرو زهران واحد من اللعيبه ان هي تستحق انها تفضل في الملعب، تستحق ان هو دايما فايتر، بيعمل جود ديفنس، بينزل بيموت نفسه على كل كوره، ف يعني حد لما بيتعب قوي لازم ربنا يديله، فعمرو زهران فعلا هو اللعيب المجتهد اللي ربنا بيديله في الملعب. سرايا، احنا فقرتنا خلصت، لكن قبل ما اختم معاكي عايزاكي توجهي رساله لفخر العرب كابتن محمد صلاح. عايزه اقول انا نفسي بصراحه ان انا اقابل محمد صلاح، حاجه بصراحه يعني بشوف حتى كل الصور والبوستات ليه اللي على السوشيال ميديا كلها، بحس انه بجد متواضع، بجد بيرد على كل الناس، بحس انه مهما وصل للتارجت او مهما وصل للتوب ليفل، لا هو ستيل لسه عنده تارجت تاني لسه عايز يعمله. هو حتى مره انا شفته في انترفيو بيقول ما تحسش دايما انك وصلت للتارجت، كل ما تحس ان انت وصلت له اعمل تارجت تاني ووصل له. صحيح. فده يمكن اللي بيخليه دايما ناجح، وده اللي بيخليه دايما موجود وسط لعيبه عالميين بقى يمكن هو اولهم. فانا بصراحه نفسي ان اللعيبه هنا في مصر كلها تاخده كقدوه او كمثل اعلى، وتمشي على نفس السيكونس بتاعه، اللعيبه كلها في مصر بجد هيبقى ليها كارير تاني، وهيبقى ليها باث تاني غير اللي هي فيه دلوقتي. ولما كان سايب كاس العالم وبيتفرج على ابطال صح، على ماتش الاهلي والزمالك في الفولي، بصراحه يعني سايب ماتشات مهمه وبيتفرج على ماتش مهم برده في الفولي، ونزل ستوري، فدي حاجه اللي هو انت معانا هنا شايف اللي احنا بنعمله، فبصراحه حاجه يعني قمه في الفخر بصراحه. سرايا انت نورتينا، وبتمنى لك كل التوفيق. الحمد لله على سلامتك اهم من اي حاجه، وان شاء الله تبقي موجوده معانا وانت محققه كل اللي نفسك فيه. ان شاء الله. شرفتينا. للاسف خلصت فقرتنا ونورتنا كابتن سرايا، اللي بنتمنى لها طبعا كل النجاح في حياتها ومشوارها المهني. قبل ما نطلع فاصل، يمكن عايزاكي كمان قبل ما نختم ونطلع فاصل تقولي رساله لجمهور النادي الاهلي. عايزه طبعا جمهور النادي الاهلي ده يعني احلى جمهور انا شفته في حياتي، وجمهور النادي الاهلي ده رقم واحد في كل البطولات لاي فرقه لاي لعبه. عايزه اقول للجمهور شكرا على تشجيعكم لينا الفتره اللي فاتت، وبنوعدكم ان شاء الله بكل البطولات اللي جايه تبقى ان شاء الله في النادي الاهلي، وعلى يعني وعلى وجه الاخص معايا انا عايزه اشكر جمهور النادي الاهلي انه دايما ما سابنيش فتره اصابتي، في فتره رجوعي للملعب، في فتره قبل ما اتصاب، صراحه دايما الجمهور كان معايا. وعايزه اقول لهم زي ما انتوا قلتوا لي يا هنانه يا سعدنا، انا هفضل دايما ان شاء الله عند حسن ظني ليكم، ودايما هتبقى يعني كل البطولات اللي جايه اهلاويه، وده بوعد الجمهور، وعايزه الجمهور يفضل معانا ان شاء الله في الوقت اللي جاي ده كله، عشان ان شاء الله كل اللي جاي اهلاوي. يلا بما اني واحده من الجمهور بوعدك ان احنا معاكي باذن الله.